أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوت مفيش هون. سمعت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الله يحفظكم تكرم منا ومنكم إن شاء الله ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة سلام على الفاكهة يا سلام سلام على الفاكهة يا سلام (تصفيق)
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
برزخ. بينهما برزخ بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم.